لينا صباح النور وكل عام وانت حي بخير. صباح النور وشكرا كثير على الاستضافة، كل عام وأنتم بألف خير، على أمل أن يحمل العيد القادم العدالة والحرية للسوريين والمعتقلين وعائلاتهم. إن شاء الله يا ربي هذا اللي نتمناه جميعا. به لينا طبعا أنت أول حاجة ساعة أنه نقول لك مبروك حصولك على الجائزة، علما وأن المنافسة كانت قوية. أخبرنا على ترشحك لهذه الجائزة وأنت الشاعرة العربية الوحيدة اللي كنت مشاركة فيها. يبارك بعمرك أول شيء، الجائزة مقدمة من مؤسسة ليتبروم اللي المهتمة بترجمة الآداب من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وبلدان العالم العربي إلى الألمانية، وكل 3 أشهر تقوم اللجنة بإعداد قوائم بأفضل الكتب المترجمة للألمانية. الأسماء النسائية وأسماء الكاتبات التي تصل إلى هذه القوائم تترشح تلقائيا إلى الجائزة، ومن حسن حظي أن الكتاب لاقى استحسان اللجنة ووصل إلى أحد القوائم ترشح للجائزة. جميل. طبعا هذه المرة الأولى للجائزة تذهب فيها منذ انطلاقها في عام 1988 لمجموعة شعرية، برأيك لماذا؟ يعني ماذا اللي وصلوا لك يمكن أو قالوا لك لجنة التحكيم؟ ما الذي لفت انتباههم أو نظرهم إلى تتويج إلى تقديم الجائزة لمجموعة شعرية؟ صحيح، هذه المرة الأولى التي تذهب الجائزة بها إلى الشعر، وكنت سعيدة جدا بذلك واعتبرته انتصارا صغيرا للشعر في هذا الزمن. أعتقد أن اللجنة انتبهت إلى القصائد، تنوعها وموضوعها، وأيضا الطريقة التي ترجم بها الكتاب، لفت نظرهم الطريقة التي ترجم بها الكتاب، فمعظم القصائد ترجمت في البداية ترجمة أولية من قبل عثمان اليوسفي ومحمود حسنين، ثم عملت معهم ومع عدة شعراء وأدباء ألمان على ترجمة نهائية للكتاب، كان الكتاب متنوعا وأضافت له هذه الطريقة بالترجمة نكهة خاصة، وأيضا أتاح الفرصة لنقاد ألمان لينتبهوا بشكل مباشر إلى فروقات في آلية الكتابة والتفكير والتعاطي بين الشعراء الألمان، فهناك من الشعراء الألمان من اختار ذات القصيدة لترجمتها، وهناك قصائد في الكتاب تحمل ترجمتين من قبل شاعرين مختلفين. أعتقد هذا لفت نظرهم جدا. جميل. به هالجائزة أيضا هي فيها مبلغ مادي، وأنت في تصريح لك قلت أنه تنوي التبرع بقيمة الجائزة البالغة 3000 يورو لأطفال وعائلات سوريا، ماذا تودين القول لهم لينا؟ نعم، الجائزة أتت بتصويت ودعم من الناس، وهي بالتالي عائدة إلى الناس. جميل. أود أن أقول للسوريين أننا تجاوزنا الأسوأ والآن نمر بالأقصى، وبعد كل ما مررنا به وعانيناه أظن أن التاريخ سينصف الشعب السوري وسينال حريته. لا أحد يستطيع أن يقدم للسوريين ما هم قادرون على تقديمه لأنفسهم، وبعد كل هذه السنوات الأليمة أظنهم يفهمون جيدا أننا لا يمكن أن ننتظر قرارات دولية جدية بخصوص قضيتنا. تضامننا مع بعضنا ووقوفنا إلى جانب بعضنا البعض هو الأمر الوحيد الحقيقي القادر على تغيير الواقع. إن شاء الله هذا اللي نتمناه. به خلينا أيضا نتحدث على جوائزك الأخرى لينا، هذا الفوز الثاني ليك بعد جائزة هيرتا كونيغ عن ديوانك الأول على هامش النجاة، أخبرنا أكثر عن هذه الجائزة وماذا قدمت لك؟ الجائزة الأولى يعني منحتني فرصة
أتواجد في ألمانيا ككاتبة، لأعمل في ألمانيا ككاتبة محترفة. قدمت لي فرصة كبيرة، فالناشر الألماني المسؤول عن طباعة أعمال هيرتا كونيش انتبه إلى نصوصي وقرر أن يتبنى طباعة ديواني الأول في اللغتين العربية والألمانية، وكانت تلك خطوة كبيرة بالنسبة لي، الترشيح من الكاتب الألماني نينو هراتشفيلي إلى الجائزة كان أمرا غاية في الأهمية، وكانت هذه خطوتي الكبيرة الأولى في ألمانيا. إذا أنت هربت من موت. وكنت نعم. كنت أول كاتبة أجنبية تحصل على الجائزة، يعني أه؟ عادة تذهب الجائزة إلى كاتبات ألمانيات، فكنت أيضا أول كاتبة أجنبية تحصل عليها. جميل هذا التميز. به أيضا أنت كما قلنا هربت من الموت والحرب في سوريا ووصلت إلى ألمانيا عام 2014. تحدثت برشا وتحدثت كثيرا عن الهروب في قصائدك، هل لازلت تبحثين عن بر الأمان؟ الحقيقة أنا هربت من نظام بشار الأسد الذي اضطهدني واضطهد عائلتي وهددني وهدد عائلتي وطرد أبي من عمله وسجن جدي 12 عاما. المواضيع التي أكتب بها ليست محصورة فقط في الهروب، إنما هي متنوعة. وبخصوص بر الأمان، كل محطة في حياتي وصلت إليها كانت نوعا ما شكلت القليل من الأمان، خطوات من الأمان. وصولي إلى زوجي في ألمانيا بعد انتظار عامين للم الشمل، ثم وصول عائلتي عن طريق البحر والطريق المريع الذي قطعوه، ثم استقراري الاقتصادي وحصولي على عمل، و هذا الاستقلال الذاتي أيضا كان خطوة للإحساس بالأمان. لكن طالما أن الجرح السوري لا يزال مفتوحا، وطالما أن المأساة السورية لا تزال مشتعلة ومأساوية، لا يمكن أن يكتمل الإحساس بالأمان للأسف. يعني كلنا ننتظر أن تحصل معجزة ما تنقذ السوريين وتنقذنا وتعيدنا إلى وطننا. إن شاء الله نتمناه هذا ليك لينا، ونتمناه هذا أيضا إلى كل السوريين. إن شاء الله يرجع يتلم الشمل في سوريا، إن شاء الله ترجع سوريا بطبيعة الحال أحسن من اللي كانت عليه، وأكيد بكل حاجة كنت تتمناه أن تكون موجودة في سوريا. الشاعرة السورية لينا عطفة كنت معنا مباشرة من ألمانيا، شكرا جزيلا على حضورك معنا، ونتمناه أيضا شكرا أنه من القلب. نستقبلوك في أيضا أنه تكون ضيفتنا أيضا مستقبلا، ونتحدث أيضا على أعمالك القادمة. شكرا لك مرة أخرى، وكل عام وأنت بخير. شكرا من القلب، كل عام وأنت بخير.